في إطار المحافظة على الثروة الحيوانية والغابية ومحاربة ظاهرة حرائق الغابات، تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بابن عشيبة الشيلية التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بسيدي بالعباس من توقيف شخص بتهمة جناية الحرق العمدي للغابات، أين لوحظ نشوب حريق بغابة سنزارة بلدية بن عشيبة على مساحة 2 هكتار من أشجار الصنوبر. على الفور تم تطويق المكان والتنسيق مع أفراد الحماية المدنية من أجل إخماد الحريق، وبعد تكثيف التحريات تم تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه من طرف أفراد الفرقة وتقديمه أمام الجهات القضائية.